ارتفاع سعر الغازوال بالمغرب رغم انخفاض سعر النفط عالميا. فوجئ المغاربة بارتفاع أسعار الغازوال بدرهم واحد بموازاة استقرار أسعار البنزين، وذلك في وقت كانوا يأملون فيه انخفاضا في أثمان المحروقات. يأتي هذا الارتفاع بالمغرب في وقت انخفضت فيه أسعار النفط العالمية بنسبة 3% لتصل إلى ما دون 90 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 8 فبراير الماضي. ويفقا لبيانات التداول، فقد انخفضت العلامة التجارية الأمريكية WTI إلى أقل من 85 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 25 يناير الماضي. ويبقى السؤال المطروح، إلى متى ستبقى أسعار المحروقات بالمغرب في هذا الارتفاع رغم انخفاضها عالميا؟ وتلوح في الأفق حسب الأخبار مؤشرات مقلقة حول استمرار ارتفاع أسعار المواد البترولية في الأشهر المقبلة بسبب مخاوف الحكومات الأوروبية من تمديد موسكو لقطع إمدادات الغاز، وذلك ردا على العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب غزو أوكرانيا.